باختصار إن شاء الله. أولا من الشروط أن يكون المخالعة بطلب من الزوجة، فلا يمكن أن تقع مخالعة بلا طلب من الزوجة البتة، هذا من الشروط. من الشروط بشروط المخالعة أن تكون على عوض، فإذا لم تكن على عوض فنرجع لما ذكرناه في بداية حلقتنا، ينتقل إلى طلاق، يكون طلاقا. من شروط المخالعة أن يكون هناك ضرر بالغ على الزوجة، بحيث لا تستطيع أبدا أن تخالع أن تبقى مع هذا الزوج، أو أن الحياة الزوجية استحالت أن تستمر مع هذا الزوج حتى ولو كان ذلك بالكرة. يعني أحيانا تكره الزوجة زوجها فتريد أن تخالعه، كما حصل من زوجتي ثابت بن قيس حينما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنها لا تعيب على ثابت لا بدين ولا بخلق، ولكنها تكره الكفر في الإسلام، أي تكره ليس الكفر بالإسلام أن تخرج من الإسلام، ولكن تكره أن تكفر العشير، يعني أنها لا تعطي في هذا الوعيد، يعني أي نعم أنها لا تعطيه حقه مثلا. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، مهرها يعني. إيه هذا، لأنه هو أمهرها حديقة جميل. أمهرها حديقة، مو بحديقة هذه للعبوا بالبزرين، إنما مزرعة صغيرة أو بستان ونحو ذلك جميل. أي نعم، فهذه تروح واحدة تقول لي والله الحديقة السلام عطني إياها عشان كمهر. لا هو كان مهرها، يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ردي عليه مهره لعله يرضى بهذا. والمهر كان الحديقة، نعم أي نعم. فأن ترد عليه هذا المبلغ بأنها خلاص زوجة ثابت بن قيس، ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا يمكن تعيش مع هذا الرجل البتة، ولذلك لما قال أتردني عليه حديقته، فلما ردت الحديقة قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها، فهذا يكون في الكره، وهذا أيضا ثابت في شرع الله جل وعلا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أنه يكون إذا استحالت الأمور. الأمر الثاني قول الله جل وعلا فيما افتدت به، يدل على أن هذه المرأة ما افتدت نفسها من هذا الزوج إلا أنها قد تعبت وسئمت من الحياة الزوجية حتى أنها تكرهه. فبعض الزوجات تقول أنا بدأت أكره زوجي لدرجة أني لا أطيق أن أرى وجه هذا الزوج أبدا. إذا استحالت العشرة، هذه من شروط المخالفة.